البرلمان الأوروبي يستمع إلى رؤساء السلطات المالية الأوروبية الثلاث من أجل تبادل الآراء ومعرفة ما يفكرون فيما يتعلق بالقوانين والتوصيات الجديدة التي ستصدر السنة القادمة، وخاصة منها الآليات الأوروبية الجديدة التي وضعت لتعقب تمويل الحركات الإرهابية وتبييض الأموال. أعتقد أنه في القطاع المصرفي الأوروبي وعلى الأخص في قطاع البنوك نحن اليوم أقوى من السنوات الماضية، وخاصة في مجال الجرد، لأن الرأسمال الآن مرتفع على ما كان عليه في السابق، وكذلك قمنا بتفادي تقديم القروض الغير مجدية، وتم التخفيض من هذا النوع من القروض بنسبة 50%. إذن هذا القطاع هو اليوم أقوى وصلب، وهذا ما تم تأكيده في اختبارات الصلابة التي أنجزناها في السنوات الأخيرة. رئيس لجنة مراقبة البنوك الأوروبية يعلم النواب بأن السنة القادمة سيتم تنظيم تمرين التحمل لمعرفة حالة المصارف وقدراتها على مواجهة الأزمات القادمة، ودار الحديث مع النواب حول مسألة التحضير للبريكسيت لتفادي انعكاساته السلبية. نتمنى أن يكون بريكسيت منظم وأن تبقى علاقاتنا جيدة مع بريطانيا بعد هذا الصراع من أجل حماية رؤوس أموال السوق. هذا المستقبل، أما الآن نحن نعيش دون أن نعرف بالنسبة لنا على المدى المتوسط والبعيد، فما يحصل هي حركة ستؤدي إلى الانشطار في السوق المالية، وهذا غير جيد. انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي سيكون بمثابة الامتحان الأول لنظام المصرف الأوروبي، وفرصة لاختبار قدراته على مواجهة أول أزمة سيعرفها خلال سنة 2020. الإصلاحات التي عرفها القطاع المصرفي الأوروبي حولته إلى قطاع قادر على مواجهة الأزمات القادمة. لخطر فرات لقناة الإخبارية من مقر البرلمان الأوروبي بروكسل.